أحييكم وأستهل النشرة بالعناوين. ما بعد يبرود، سيارات مفخخة وصواريخ. ماذا عن آخر المعطيات عن التفجيرات؟ المعارضة السورية تقوم سقوط يبرود وحرب اتهامات متبادلة. بعد ساعات على تفجير نبي عثمان، سقوط الصواريخ في اللبوي وكذلك في جرد عرسال، والجيش يفجر سيارة مفخخة بين الفاكهة ورأس بعلبك وينفذ عمليات دهم في المنطقة. ومن جديد طريق اللبوي عرسال مقفلة. إلى هناك ننتقل مع الزميل إدمون ساسين لمعرفة آخر المعلومات المتعلقة بسقوط الصواريخ وبضبط السيارات وبالوضع على الطريق بين البلدتين. إذن إدمون، سنبدأ من آخر نقطة، هي مسألة الطريق بين البلدتين. هل اتخذ القرار في اللبوي بأن تبقى هذه الطريق مقفلة؟ نعم، ما زال الطريق الذي يربط عرسال باللبوي مقفلا حتى هذه اللحظة بالسواتر الترابية، وذلك احتجاجا على التفجير الذي وقع بالأمس في منطقة النبي عثمان القريبة جدا من بلدة اللبوي. وهذا ما أكده منذ قليل رئيس البلدية رامز أمهز بأن هذا الطريق سوف تبقى مقفلة. ما أزم الوضع أكثر ماريو أنه ومنذ ساعة تقريبا شهدت منطقة اللبوي حالة من الهلع والخوف إثر سقوط ثلاثة صواريخ على منطقة اللبوي. صاروخ سقط بين المنازل ما أدى إلى إصابة أبو حسن عمار بإصابة طفيفة على الرغم من تساقط الركام عليه، إضافة إلى صاروخين سقطا في سهل اللبوي وفي أطراف اللبوي. تلا ذلك عملية قصف لمنطقة في جرد عرسال. تقول بعض المصادر غير رسمية حتى هذه اللحظة أنها استهدفت منصات الصواريخ التي أطلقت منها القذائف والصواريخ على منطقة اللبوي. يعني كاميرا LBCI وفريق LBCI كان في منطقة اللبوي أثناء سقوط أول صاروخ، وقامت كاميرا LBCI بجولة في منطقة اللبوي والتقطت لحظة سقوط الصاروخ الثاني في منطقة اللبوي عبر كاميرا زميل جورج ليشع. سوف نشاهد اللحظات سقوط الصاروخ الثاني في منطقة اللبوي، وسوف نستمع إلى ردة فعل الأولية لرامز أمهز على مسألة سقوط الصواريخ من منطقة جرد عرسال على منطقة اللبوي. معروف مين راس الفتنة بعرسال، معروف مين اللي عنده المستشفى الميداني، مين اللي عم يستقبل الجرحى، مين عم يحط الداعش والنصرة، معروف مين هو بالاسم. مين قصدك؟ أبو طائي؟ أبو طائي مصطفى الحجايري. ما بقى نتخبى، يتخبوا ورا ما يتخبوا ورا إصبعهم، يروحوا يطلعوه من وكره. هذا الخاين، هذا قتال العالم، وهذا بده ياخذ المنطقة. لا 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 البلا، هذا الطريق سوف تبقى مقفلة على أبناء عرسال. لك كيف بده ينزل؟ مين بده ينزل حتى منهم؟ يعني حابب يضمن سلامته، أو أنا في يضمن سلامة اللي عم ينزل وصواريخ عم تنزل وعم ينضرب وسيارة مفخخة عم تنضرب بالمنطقة؟ ما فينا نضمن سلامة أي إنسان، تسكير الطريق لصالحهم أصلا. إدمو، هلأ الوضع شو؟ نعم، هلأ الوضع شو إدمو؟ نعم ماريو، يعني بموازاة
نعم، بموازاة ما حصل في منطقة اللبوي اليوم، قام الجيش اللبناني بتفجير سيارة جراند شيروكي رصاصية اللون عند الساعة 9 صباحا، وقد ركنها صاحبها في منطقة جردية بين الفاكهة ورأس بعلبك، وكانت محملة ب 170 كيلوغرام من المواد المتفجرة، وقام الجيش اللبناني بتفجيرها عن بعد عبر إصابتها بقذيفة صاروخية. وترجحت بعض المعلومات الأمنية أن يكون يعني خيار الجيش بتفجيرها عن بعد إما خوفا من أن تكون هذه السيارة مرصودة، وبالتالي إذا اقتربت منها قوة الهندسة من الجيش اللبناني أيضا تم تفجيرها عن بعد، أو يعني أن الجيش اللبناني وجد أنها في نقطة وعرة جدا وأنها ربما تكون مفخخة بطريقة معقدة جدا، فقام بتفجيرها عن بعد وهي بعيدة عن المباني السكنية. كما تحدثت المعلومات أن هذه السيارة كانت برفقة السيارة التي انفجرت في النبي عثمان، ولكن سائقها ركنها في تلك المنطقة الجردية والتي تشاهدون صورها الآن، يعني إما بسبب خلل تقني حصل أو يعني ربما لأن السيارة انفجرت في النبي عثمان لم تصل إلى هدفها. وهنا تقول المعلومات أن يعني أن المنطقة نجت من عملية مزدوجة، كانت السيارة انفجرت في النبي عثمان كانت ستتجه نحو اللبوي من أجل يعني تفجير تلك النقطة على أن تلحق بها هذه السيارة، ولكن عطل تقني ما أو خلل ما حصل أدى إلى توقفها في تلك النقطة الجردية. أريد أن أشير أخيرا إلى أن المعلومات الأمنية التي حصلت عليها الـ LBCI أن هناك متهمات في عدد كبير من الجرود المحيطة في جرد عرسال يقوم بها الجيش اللبناني بعد ورود معلومات عن دخول سيارات مفخخة إلى لبنان عبر السلسلة الشرقية. شكرا لك إدمو. شكرا. ومن موقع التفجير في النبي عثمان حيث انتهت أعمال رفع آثار الدمار، شهدت الصواريخ التي سقطت على اللبوي وسهل النبي عثمان فساد حال من الذعر. وإلى هناك ننتقل مع الزميلة ندى إندراوس عزيز أيضا لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. ندى، سبق وذكرت في رسالة سابقة أن حال القلق سادت بعد سقوط الصواريخ، هل عاد الوضع إلى طبيعته وما الذي ينتظره أبناء تلك المنطقة؟ يعني بطبيعة الحال هناك يعني حالة من القلق، المواطنون يعيشون على وقع سيارات وانتحاريين يعني يستهدفون هذه المناطق السكنية، وحتى يعني الصواريخ التي تسقط في المنطقة بشكل عشوائي. أحد الصواريخ الثلاثة الذين سقطوا اليوم بين في المنطقة، أحدهم سقط في سهل النبي عثمان في أحد هذه السهول، وهو يعني نحن ذهبنا إلى هناك والتقطنا صور بعدسة الزميل شربل فرانسيس لهذا السهل، حيث كان هناك يعني القطيع من الخراف، نرى بالصور كيف أن هذا الصاروخ أتى وسط السهل، والأهالي الذين كانوا يتجمهرون حول موقع التفجير ويعانون الأضرار كان في بعض المنازل أو المحلات التجارية في هذا الشارع الرئيسي بالنبي عثمان غادروا سريعا المنطقة لأن الصواريخ سقطت بشكل عشوائي، وهم رأوا يعني كيف الدخان يتصاعد أمامهم لأن بين سهل النبي عثمان واللبو مسافة مفتوحة، وبالتالي حالة الذعر والهلع والخوف من أن تأتي الصواريخ بالشكل العشوائي على منازلهم الآمنة، خاصة وأنهم بين الصواريخ وبين السيارات يعني هم هدف لهذه العمليات. هنا كانت طيلة النهار تعمل سيارات الدفاع المدني الأدلة الجنائية والأجهزة المختصة على رفع الأنقاض لإعادة فتح الطريق، انتهى العمل منذ بعض الوقت وأعيد فتح الطريق بشكل كامل، ولكن هذا لا يعني أن العمل توقف، هناك أعمال لمسح استكمال مسح الأضرار على الأرض لتحديد يعني المسح وكلفة هذه الأضرار لطبعا إغاثة المواطنين، لأن بعض المواطنين منازلهم ومحلاتهم التجارية تدهورت في الوقت ده. على كل كنا هنا نحن يعني نتابع الوضع على الأرض بعد التفجير الذي وقع أمس في هذه المنطقة، وكنا أجرينا مقابلات وسمعنا إلى شهادات بعض المواطنين الذين كانوا في منازلهم أثناء التفجير، وأيضا يعني أخذنا التصريح أو موقف من النائب في كتلة للوفاء المقاومة أنوار الساحلي، نستمع إلى أبرز ما قالوه غداة التفجير الذي استهدف النبي عثمان. لا، أنا أعتقد أن يعني الهدف فشل، يعني هم عم يقولوا أنه رد كان سريعا، لا أبدا، بالأمس يعني سقط شهيدان بطلان هم الشهيد خليل والشهيد عبد الرحمن القاضي، ولكن بسقوط هذان الشهيدان جنبوا المنطقة، لا نعرف أي منطقة، كارثة ومجزرة. مين بيعرف هالسيارة لوين كانت رايحة؟ باختصار الكل مستهدف، أبوي اللي انفجرت مبارح بالليل 120 كيلو واليوم عم بقوله 150 أو 200 كيلو، يعني باختصار
جميع مستهدف بالإرهاب. هاي السيارة تفجرت النبي عثمان لأنه انكشفت، يمكن كانت رايحة على الأشرفية، يمكن على الضاحية، يمكن على بيروت، على الجبل، ما حدا بيعرف لوين. هؤلاء داعمين الإرهاب لا بيقروا إنجيل ولا بيقروا قرآن ولا بيعرفوا إسلام ولا بيعرفوا مسيحيين، هؤلاء ما بيعرفوا إلا ثقافة الإرهاب، ثقافة الإرهابية اللي حملينا من الدول اللي دعمتهم. هني جبنا لهيك ما قدروا يجوا يواجهونا وجه لوجه، عاد هيك هني عم يغدرونا غادر، هني طول عمره رح يضلون جبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، لا يرهبنا الموت، نحن تلامذة الإمام الحسين عليه السلام، نحن فدا السيد حسن نصر الله، لبيك يا نصر الله، لبيك يا نصر الله. رئيس بلدية عرسال علي الحجيري معنا عبر الهاتف للاطلاع منه على الأجواء في البلدة، خصوصا بعد اتهامها بتسهيل تنقل مقاتلي المعارضة السورية. استاذ علي أهلا بكم، لماذا التكبير في الجوامع وتحذير أبناء البلدة بلدة عرسال من الخروج من المنازل؟ نحن أول شيء بدنا ندين هذا التفجير اللي صار بنادي عثمان ونعزي أهل الضحايا، لأنه نحن هذا العمل ضده نهائيا يعني، ولا بنرضى يكون فيه. بس لا اقول لك شغله على امور احنا يعني خارج السيطره تبع عرسال، لان مسؤولين اصلا السياره هنا بيقولوا نحن ما بنعرف من اي، بس بيقولوا من وادي رافي من حدود سوريا، من احنا بالنهايه يعني احنا ما راح نحكي شيء. رئيس، لماذا الطلب في الجوامع من الناس بالتزام بيوتها؟ عندك معلومات عن هالموضوع؟ لا نحن عارف في تفجير سيارات، بده في سياره مفخخه ما جينا خبر هيك يعني، يمكن هو يمكن يعني الناس تضايق يعني، لانه عندنا زحمة صار كثيره بعرسال وبدهم يتضبطوا شوي. طيب. نعم، باللبوي عم بيطالبوكم بتسليم الشيخ مصطفى الحجيري، شو تعليقك على هالموضوع؟ لا لا يعني نحن يعني بعرسال نحن بلديه يعني بلدية لا لا مسؤوليتنا نسلم ولا مسؤوليتنا نسلم، نحن في دوله وفي جيش، في بده الجيش ياخذه واللي بده يجيبه، نحن ما فينا نحل محل الدولة، واي رئيس بلدية او اي مسؤول في هو يسلم على يسلم يوجهني يعني هذا الامور، لا دولة ولا عندي ساس ولا عندي لا سلم ولا اسلم. طيب ما شغلتي هاي الدولة مين بدها لمين بدها تاخذ، نحن ما شغلتي يعني. طيب عم بيقولوا انه اذا بتقدروا تفتحوا عرسال امام الجيش اللبناني حتى يتمكن من القبض على من يتهمونهم بارسال السيارات المفخخة، كمان شو تعليقك؟ نحن بالنسبة للسيارات المفخخة، أما هذا عم يزقوا صريحة على المناطق المجاورة يعني، أنا قدام الجيش اللبناني بده يطلع الجيش اللبناني يدهمهم، بده يطلع يشوف مين، أنا رئيس ربيع رح أكون بأول من الليلة. نعم، باختصار شديد أستاذ علي، الطريق رح يبقى مسكر بين اللبوي وعرسال صحيح؟ والله ما بعرف الوضع. نعم. في فتنة كبيرة، أقول لك شغلة يعني إحنا ما الأمور عم تخرج عن يعني عن السيطرة، في فتنة، في بوادر فتنة كبيرة في المنطقة، ما بعرف كيف إن إحنا بدنا نحلها، نحن واحد جيراننا نحن وين. نعم. يعني في الوضع كثير سيء. طيب، شكرا لك رئيس بلدية عرسال علي الحجيري. وفي عكار أوقف الجيش اللبناني عددا من السوريين كانوا يعبرون الحدود السورية باتجاه لبنان عند معبر الشهيرة في وادي خالد. ميدانيا في سوريا، الجيش السوري يستكمل انتشاره في يبرود، والأنظار تتجه الآن إلى فليطة. على وقع النشيد الوطني السوري، رفع ضباط من الجيش علما كبيرا في ساحة يبرود قبل أن يؤدوا التحية العسكرية، بحسب المشاهد التي بثها التلفزيون السوري والتي ظهر من خلالها عشرات الجنود رافعين بأيديهم شارة النصر، في حين بدت من بعيد صورة عملاقة للرئيس بشار الأسد مرفوعة على أحد الأبنية، وأعلام سورية صغيرة مرفوعة على أعمدة الكهرباء في المدينة. الجيش السوري واصل تمشيطه ليبرود غدة السيطرة عليها، وهو عثر في الأبنية على العديد من الأسلحة والعتاد الحربي والقنابل والصواريخ. أحد ضباط الميدانيين فضل عدم الكشف عن اسمه، أوضح لفرانس بريس أن سيطرة القوات النظامية السبت على تلة مارمارون في يبرود، والتي كانت تضم مقرا أساسيا لمقاتلي المعارضة، شكلت نقطة تحول في سياق المعركة. إذن برفع العلم السوري في الساحة الرئيسية وسط يبرود، تكون المعركة في يبرود قد انتهت رسميا. تتابعون بعد الفاصل. مصروفو باك يلتقون نقيب المحامي.
أعرض وفد من الموظفين المصروفين من شركة باك مع نقيب المحامين جورج جريج الواقع الذي وصلت إليه قضيتهم في ظل تمنع الأمير الوليد بن طلال عن دفع مستحقاتهم الواردة في الاتفاقية التي جرت برعاية وزارة العمل. نقيب المحامين أكد أنه لا يمكن لنقابة المحامين إلا أن تكون مع هذه القضية المحقة وأن ينال المصروفون حقوقهم في أسرع وقت ممكن، لا سيما أنهم في حاجة إليها من أجل الخروج من الضائقة المعيشية التي يعانون منها، لا سيما أن البعض منهم يعيش أوضاعا صحية خاصة وقد توفي أحدهم من دون أن يحصل على التعويضات. النقيب جريج أكد أنه سيقوم بكل الاتصالات اللازمة ولا سيما مع وزارة العمل والتنسيق مع وكيل الموظفين المصروفين جورج خديج من أجل البحث في الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى نيل الموظفين المصروفين تعويضاتهم في أسرع وقت ممكن. في طرابلس هدوء حذر يخرقه إطلاق رصاص ومناوشات متقطعة وسط حركة خفيفة في المدينة. الزميلة رنيم بوخزام تطلعنا على الأجواء مباشرة من عاصمة الشمال، ونكون بعد قليل مع الزميلة رنيم بوخزام ونتابع. نوه رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان بالجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش والقوى الأمنية لمنع الإرهابيين من تنفيذ مخططاتهم الإجرامية، مشيرا إلى توقيف عدد منهم وتفجير سيارة مفخخة كانت معدة لإرسالها إلى مناطق أهلة لتزرع القتل والخراب والدمار. ودعا سليمان القوى العسكرية والأمنية إلى البقاء على أعلى درجات الجهوز والتنسيق للحفاظ على الأمن. سليمان اطلع من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على الوضع الأمني في المخيمات الفلسطينية والوضع الفلسطيني عموما، وأعطى توجيهاته إلى اللواء إبراهيم لمتابعة الملف بما يكفل ضبط الأمن داخل المخيمات وتحميل الجهات الفلسطينية مسؤولية تطبيق القوانين. سليمان اطلع أيضا من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد على مسار التحقيقات في ملفات الموقوفين المتهمين بأعمال إرهابية. من جديد نعود إلى الزميلة رنين بوخزام للاطلاع على الأوضاع الميدانية والأمنية في طرابلس. إذن هل سجلت الساعات القليلة الماضية رنين يعني أي تطور أو تقدم باتجاه التهدئة في طرابلس؟ يعني ماريو حاليا هناك هدوء حذر في طرابلس والحركة مشلولة نوعا ما في هذه المدينة، الحركة خفيفة. بداية يعني في شارع سوريا المحال التجارية أقفلت بالكامل، كل المحال التجارية مقفلة، والأهالي يعني التقينا عدد من أهالي باب التبانة وهم كانوا يحاولون الخروج من باب التبانة واللجوء يعني إلى مكان آخر يعني ليبيتوا فيه، كونهم أخبرونا أن ليلة أمس كانت ليلة يعني جدا قاسية عليه. وأيضا يعني في جبل محسن أخبرونا بأن الوضع كان هادئا هناك. وما يعني ماريو من الملفت أنه حتى حاجز الجيش الموجود عند طلعت جبل محسن لم يكن موجود عليه أي من عناصر الجيش اللبناني. وأيضا أشير ماريو إلى أنه يعني هذه الجولة التي بدأت منذ حوالي 4 أيام أصبحت حصيرة القتلى فيها 12 قتيل و70 جريح. إذا ماريو هناك هدوء حذر يعني ويعني بين حين وآخر نسمع رشقات نارية متقطعة. شكرا لك يا الزميلة رنيم بوخزام. رئيس الحكومة تمام سلام ندد بالتفجير الإرهابي في بلدة نبي عثمان واستنكر القصف على بلدتي عرسال واللبوي والمناطق المجاورة لهما، معربا من جهة أخرى عن أسفه لتجدد أعمال العنف في طرابلس، داعيا القوى السياسية في عاصمة الشمال إلى تقديم كل الدعم للجيش والقوى الأمنية في مهماتها. سلام أعطى توجيهاته إلى قائد الجيش العماد جاء أهوجي باعتماد الحزم مع المخلين بالأمن في عاصمة الشمال وعدم التهاون مع أي جهة تعرض استقرار المدينة للخطر. كذلك طلب من قيادة الجيش اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط الأوضاع في المناطق البقاعية الحدودية والقيام بكل ما من شأنه حماية المدنيين وصون الاستقرار في عرسال واللبوي والبلدات المجاورة. وفي السرايا النائب سامي الجميل الذي لم يدلي بأي تصريح مكتفيا بالقول عند اللزوم نتحدث. سأل النائب وليد جملاط في موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء هل نذكر تلك الليلة الليلاء ليلة الحشر حشر الحكومة نفسها في الساعات الأخيرة لاستيلاد البيان الوزاري وحشر المواطنين في سياراتهم ساعات بسبب الإجراءات الأمنية
التي رافقت مهرجان الشعر والبلاغة، حيث ألقيت أبدع الخطب وأرق الكلمات وأعذبها. جنبلاط أضاف إنه عذاب الدنيا أن نتحمل مع اللبنانيين تلك النقاشات السفسطائية الوزارية، ويسجن المواطنون على الطرق، والمهم أن الحشر واقع والعرض متواصل. وختم جنبلاط قائلا: رحم الله كمال جنبلاط، فالقدر أخذه في الوقت المناسب. وفي بكركي عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المستجدات مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الذي أكد ضرورة القيام بمثل هذه الزيارة قبيل توجهه إلى الفاتيكان والاستماع إلى توجيهات البطريرك والأخذ بها، لأنها لا تهدف إلا لخير لبنان واللبنانيين. أصدرت محكمة جنايات البقاع برئاسة القاضي جان بصيبس حكما في حق ماهر طليس لتأليفه عصابة خطف في البقاع مع الموقوفين السوريين الجاسم وعلي العلي ورضوان التايه، وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة والمؤبدة أو المؤبدة في حق كل منهم. على صعيد قضائي آخر، باشر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم تحقيقاته في ملف اختلاس أموال عامة من مستشفى رفيق الحريري الجامعي، فاستمع إلى إفادات عدد من الشهود. تتابعون بعد قليل. 97% في القرب. القرم تطلب رسميا الانضمام إلى روسيا وتعبئة جزئية للقوات العسكرية في أوكرانيا. كما كان متوقعا وبتأييد وصل إلى 97%، صوتت القرم لصالح الانضمام إلى الحضن الروسي وبالتالي الانفصال عن أوكرانيا، خطوة لحقها بعد ساعات طلب قدمه برلمان القرم إلى روسيا للانضمام رسميا إليها، على أن يصل وفد برلماني قرمي إلى موسكو لبحث الخطوات التي تجعل من شبه الجزيرة جزءا من روسيا الاتحادية. موسكو التي تتعرض لضغوطات غربية كثيرة والتي رأت انحيازا في تقرير الأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في أوكرانيا، قالت إن نتائج الاستفتاء تظهر بوضوح أن سكان القرم لا يرون مستقبلهم إلا كجزء من روسيا، وصفة الاستفتاء بالمهزلة التي لن تعترف بها. أعلنت كييف موافقة برلمانها على تعبئة جزئية تتضمن 40,000 من جنود الاحتياط، وذلك بطلب من رئيسها الانتقالي ألكسندر تورتشينوف الذي عزى الخطوة إلى تفاقم الوضع السياسي في البلاد وتدخل روسيا. خطوة أعقبها أعلن وزير الدفاع الأوكراني أن القوات الأوكرانية ستبقى في القرم، وذلك ردا على كلام لرئيس برلمان القرم مفاده بأن الوحدات العسكرية الأوكرانية المتمركزة في القرم ستحل. وكما رفضت أوكرانيا الاستفتاء ونتيجته كذلك فعل الغرب، ففي حين يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة قائمة الأشخاص الذين سيفرض عليهم حظر السفر وتجميد أرصدتهم، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أن الاتحاد سيوجه أقوى رسالة ممكنة إلى روسيا. سيطرت قوات البحرية الأمريكية على سفينة ترفع علم كوريا الشمالية وتنقل شحنة نفط خام جرى شراؤه بشكل غير شرعي من انفصاليين مسلحين ليبيين يسيطرون على مرافق تصدير النفط في شرقي البلاد، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية. مسؤول الإعلام في البنتاغون الأميرال جون كيربي أكد أن العملية التي جرت في المياه الدولية في جنوب شرقي قبرص لم توقع إصابات، وأنها كانت بموافقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. شكرا لكم، إلى اللقاء.